السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة كاشستو، جينا نصور لكم شقة 3 غرف صالة، مساحتها 175 متر مربع. زي ما احنا شايفين في كل دور 3 شقق، شقتين أمامية وشقة خلفية. موجود أيضا أسانسيرين، مصعدين. طلعنا من المصعد الدور 13، مدخل الشقة رقم 40، 3 غرف صالة مساحتها 175 متر مربع. نجي هنا على الهول، الأرضيات سيراميك والأبواب التركية عالية الجودة والأمان زي ما احنا شايفين. الانترفون. نيجي هنا على اليسار على الصالة على طول، مساحة الصالة كبيرة وشرحها ما شاء الله تبارك الله. أرضياتها باركيه مع الغرف والتدفئة أرضية. في المجمع هذا التدفئة أرضية. إطلالة الصالة على الطبيعة زي ما احنا شايفين، إطلالة جدا رائعة على الطبيعة. وفي مخرج للبلكونة من الصالة، مساحة البلكونة كبيرة وشرحة. وفي مخرج آخر من المطبخ للبلكونة. نلقي نظرة على الإطلالة والخدمات اللي موجودة في المجمع. المجمع عبارة عن 4 أبراج زي ما احنا شايفين. موجود صالة رياضية ومسبح مغلق، ألعاب أطفال، ألعاب رياضية، مساحات خضراء، جلسات عائلية، بالإضافة إلى قربها من كل الخدمات. عندنا مسجد مقابل البناية، أيضا قدام البناية هذه في مسجد، الطريق المؤدي إلى المستشفى العام، يعني المواصلات جدا قريبة. تحت موجود كوافير نسائي، ورا البناية هذه سوبر ماركت شوك، المطاعم والكافيهات والسوبر ماركت شوك زي ما قلت، جواهر مول جدا قريب من الموقع. يعني المسافة بين الموقع والميدان تقريبا 10 دقائق، والمسافة بين الموقع والمطار 5 دقائق، وجواهر مول 3 دقائق، يعني كل شيء قريب مننا. نكمل تصوير الشقة، نطلع من الصالة، نجي هنا على المطبخ زي ما قلنا، مخرج البلكونة أيضا من المطبخ. بس في هنا شيء، إنه المطبخ غير راكب، المطبخ على المشتري. تمديدات التكييف زي ما انتم شايفين واصلة للشقة ككل. نكمل التصوير، نطلع من المطبخ، نيجي هنا على الحمام الأول وانتم بكرامة. دورة مياه أولى. نجي هنا على اليسار، الغرفة الأولى مساحتها كبيرة وشرحة، ولها أيضا بلكونة جانبية. هذه المساحة، مساحة البلكونة، إطلالتها على الطبيعة وعلى المجمع. عندنا المساحة اللي قدامنا اللي شايفينها هذه، مساحة نقدر نحط فيها غسالة الملابس زائد السخان. بجوار الغرفة الأولى هذه الغرفة الثانية،
نطلع من الغرفة الثانية نجي هنا على الحمام الرئيسي وانتم بكرامة، مغسل وكلوزت والمروش، وأخيرا غرفة النوم الرئيسية الماستر. إطلالتها على البحر، إطلالة غرفة النوم الرئيسية على البحر، ومن هنا على المجمع، يعني إطلالة جدا ساحرة، بالإضافة إلى حمام خاص بغرفة النوم الرئيسية، موجود في الحمام الخاص بغرفة النوم الرئيسية كلوزت ومروش ومغسل، يعني حمام متكامل أنتم بكرامة، ولها بلكونة خلفية، بلكونة خلفية كبيرة ما شاء الله تبارك الله، إطلالة على الطبيعة وعلى البحر. إطلالة رائعة جدا زي ما قلت لكم. شايفين المسجد اللي هي القبة الخضراء، يعني المسجد جدا ملاصق للمجمع، يعني مجمع متكامل فيها ألعاب رياضية وألعاب أطفال وصالة رياضية ومسبح وجلسات عائلية، وهنا زي ما قلت لكم سوبر ماركت شوك، يعني نطلع البوابة الخلفية على السوبر ماركت على طول، يعني مجمع مخدوم بكل الخدمات. زائدا على هذا الشيء انه منطقة كاشستو منطقة حيوية جدا. ما ننسى انه الشقة كاملة زي ما قلت لكم سابقا تدفئة أرضية، والديكورة السقفية زي ما احنا ملاحظين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.